ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، والفيديو النهارده عن سيرم انا جبته وجربته مخصوص لتقصيف الشعر. حبيت اطلع اقولك تجربتي عنه. السيرم ده انا كنت جايباه من حوالي 10 شهور، وهو السيرم ده مخصص بس للاطراف بتاعت الشعر المقصفه، بيساعد ان الشعرايه تلم التقصيف، او على الاقل تعالج الشعرايه بعد ما بتبقى متقصفه، بتعالجها شويه ان هي ما تتقصفش اكتر، تحاول توقف وتحد من حد التقصيف بتاعها. السيرم ده انا جبته واستخدمته، هو اصلا تقريبا خلاص خلص، ما بقاش فيه غير حاجه بسيطه جدا، حلو جدا، مناسب كان لشعري. انا كنت بستخدمه على الاطراف، وكنت كمان بستخدمه على الشعر، كان بيديني طريان للشعر كده ولمعه حلوه جميله، حبيته جدا. وبالمناسبه كمان دائما للاطفال، تقدري تستخدميه لطفلك، هو بس الفكره ان هو لزج، فما تستخدميش منه كتير. ده انا كنت جايباه من الزيت، زي ما قلت لكم للي اتفرج على الفيديوهات قبل كده وعارف موضوع الزيت، انا كنت جايباه من الزيت الخيري، كان طبعا منزلين عرض، كنت جايباه ب5 ريال، لكن هو اصلا في الحقيقه بيتباع في اي سوبر ماركت، او مثلا بيتباع في الصيدليات باغلى من كده، يعني في بعض السوبر ماركتات بيبيعوه ب 28 ريال، الصيدليه اكيد هتبقى اغلى. انا جايباه من هنا من السعوديه، ده ما بيتباعش في مصر. عجبني جدا، هو انا استخدمته لبنتي وكل حاجه وامن، بس انا حسيت ان هو طفى شويه اللمعه بتاعت شعرها، بس كانت نتيجته كويسه، ان هو برضو كان بيصلح شويه لبنتي، عشان كان عندها الاطراف هايشه شويه، كان بيطريها وما بيخليهاش هايشه، بس الفكره لما لقيته بيطفي اللمعه بتاعت شعرها، فقلت ايه الافضل ان انا يعني ما استخدمه لهاش، يعني واجيب لها حاجه تانية. فسواء هتستخدميه ليكي او لطفلك هيبقى مناسب. ولو عجبك الفيديو مش تعملي لايك وشيري الفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هعملها. شكرا، وباي باي.